lymphocytes and their benign disorders. Lymphocytes are cells that assist phagocytes in defense of the body against infection and other foreign invasion. اللمفوسايت هي الخلايا اللي تساعد لنا الفيجوسايتس. الفيجوسايتس هي كل أنواع الخلايا ما عدا اللمفوسايت بالدفاع عن الجسم ضد الانفكشن والفورين انفيجن. In postnatal life بحياة ما بعد الولادة, the bone marrow and thymus are the primary lymphoid organs, هي الأعضاء اللمفاوية الرئيسية, هم الثايموس والبون مارو, in which lymphocytes develop. هذول المكانين يتم تطور الليمفوسايت. The secondary lymphoid organs هم الأعضاء الثانوية الليمفاوية, in which specific immune responses are generated are the lymph nodes and the spleen. الطحال والعقد الليمفاوية هم الأعضاء الليمفاوية الثانوية secondary. بهذول المكانين يتم حدوث specific immune responses, استجابة مناعية specific محددة. البي والتي لمفوسايت, اكو عندنا نوعين من اللمفوسايت هم البي والتي سيلز. البي سيل develop in the bone marrow, يتم تطورها بالبون مارو, لذلك احنا سميناها بي سيل نسبة الى البون مارو. In the peripheral blood if they meet foreign antigens they mature into lymph node into memory B cell and plasma cell. هذول اللمفوسايت اللي هم من النوع بي لما يكونون بالدم أو البريفرال بلاد إذا التقوا بفورن انتجين, انتجين غريب, راح يتم نضوجهم وين؟ بالعقد اللمفاوية. ينضجون إلى شنو؟ يتحولون إلى ميموري بي سيل أو بلازما سيل. البلازما سيل هي خلية متخصصة بإنتاج الأجسام المضادة, والميموري بي سيل هي الخلية اللي تحتفظ بالذاكرة عن هذا الانتجين الغريب. التي سيل develop in the bone marrow, migrate into the thymus where they differentiate into mature T cells. إذن T cell هم أيضا يتطورون بالبون مارو, لكن بعد هش راح يصير الفرق عن البي سيل, راح يهاجرون migrate into the thymus, يتحولون إلى الثايموس. الثايموس يبدأ بحرف T, إذن سميناهم T cell. Where they differentiate, يتم تمايزهم, differentiate يعني يتمايزون, into mature T cells, خلايا T cell ناضجة. وظيفة T cell هي helper cell, يسموها خلايا مساعدة, express CD4 and cytotoxic cells express CD8 marker. هذول CD4 والCD8 marker هم ماركرات تتميز بهم خلايا T cell. T cell يا إما تكون helper يا إما تكون cytotoxic. الhelper هي مساعدة والcytotoxic هي شنو؟ خلية قاتلة. الناتشرال كيلر سيلز, الخلايا القاتلة الطبيعية, رمزها هو NK. هذول الخلايا من النوع سايتوتوكسيك يعني خلية قاتلة, ويعبرون عن الماركر CD8 positive. They lack the T cell receptor TCR. طبعا هاي الخلايا وظيفتها هي جدا متحددة, وين اكو خلية سرطانية, وين اكو خلية بيها مرض, وين اكو خلية بيها مشكلة راح تقوم بقتلها, هي هاي الناتشرال كيلر. الشكل اللي امامكم شو يوضح لنا؟ يوضح لنا الاشكال المختلفة لللمفوسايت حسب مراحل تطورها. الاي هذا الشكل هو سمول لمفوسايت, خلية طبيعية وصغيرة. البي على اليمين هو اكتيفيتد لمفوسايت, يعني خلية لمفوسايت متفعلة, يعني بادية بتفاعلاتها المناعية المحددة. السي هي large granular lymphocyte, خلية لمفوسايت متخصصة أكثر, صايرة بيها granules بالسيتوبلازم, طبعا هاي نسبتها كلش نادرة بالجسم موجودة. ودي عندنا الأخيرة plasma cell. البلازما سيل هي خلية بي لمفوسايت تخصصت أكثر وصارت قادرة على إنتاج الأجسام المضادة. lymphocytosis هو زيادة اللمفوسايت عن أعلى من الحد الطبيعي إلها. lymphocytosis يكون عندنا الليمفوسايت كاونت أكثر من 4×10^9 لتر. الأسباب لزيادة الليمفوسايت هي أولاً الانفكشنز اللي هي العدوى, قد تكون أكيوت أو كرونيك. الأكيوت عندنا مثل الإصابات الفيروسية viral infections, مثل إيش؟ مثل عندنا الانفكشيوس مونو نيوكليوسيز اللي هو الإصابة أو الزيادة بالمونو سايت اللي هي خلية الوحيدة النواة, هاي الزيادة تكون معدية وسببها فيروسي.
أو عندنا الإصابة الفيروسية بفيروس الروبيلا اللي هو يسبب لنا الحصبة الألمانية، أو المامبس اللي هو النكاف. الإصابة المزمنة كرونيك مثل عندنا تيوبركيلوسيز اللي هي السل الرئوي، أو بروسيلوسيز اللي هي بكتيريا البروسيلا، أو السيفلس اللي هو مرض الزهري. هذول الأمراض كلهم يسببون لنا زيادة باللمفوسايت أعلى من الحد الطبيعي لها. الحالة الثانية اللي هي كرونيك لمفوسايتك لوكيميا، مرض سرطان الدم اللمفاوي المزمن. ثلاثة أكيوت لمفوبلاستيك لوكيميا، هنا اللوكيميا اللي هي أيضا سرطان الدم لكن يخص اللمفوبلاست اللي هم الخلايا اللمفاوية الغير ناضجة، يعني صار عندنا انكريز ان بلاست الخلايا الامتشور. أربعة نون هوجكن لمفوما، هذا أيضا مرض سرطاني اللي يخص الخلايا اللمفاوية اسمه نون هوجكن. الليمفوبينيا هي عكس الليمفوسايتوسيس، هو نقصان بخلايا الليمفوسايت. ايش وقت يصير عندنا نقصان؟ بالحالات التالية: النقصان ان سيركيليتنج ليمفوسايت يكون اقل من اقل مستوى طبيعي بها اللي هو اقل من 1:10^9 لتر. اسبابه هو اولا سيفير بون مارو فيلر يعني فشل نخاع العظم الحاد. اثنين كورتيكوستيرويد اند اذر اميونو سبريسيف ثيرابي، العلاج المثبط المناعي immunosuppressive يعني أدوية مثبطة مناعية، والكورتيكوستيرويد اللي هم الأدوية اللي تخص الهيدروكورتيزون وجماعتهم. ثلاثة هوجكن لمفوما اللي هو نوع ثاني من السرطان. وأربعة immunodeficiency syndromes the most important is HIV، يعني الأمراض اللي تسبب لنا نقصان بالمناعة أو عوز مناعي، مثل عندنا أهم شيء الـ HIV أو الـ Human Immunodeficiency Virus أو اسمه الثاني الـ AIDS.